بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا رسالة الأيمن، بارك اللهم لهم وبارك عليهم وجمع منهم في خير. أيمن حقيقة يستاهل كل خير، ورجل طيب ورجل خلوق بأخلاقه، ثم من تربيته من أبوه، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ييسر أمره وأن يشرح صدره، وأن إن شاء الله يجمعهم جماعة الحسن إن شاء الله بقدرة الله سبحانه. أكيد أنتم سعداء اليوم لأيمن أنه يكمل لصف دينه من خلال هذه الليلة السعيدة التي نشاهد فيها حضور الأهل والأصدقاء، وكذلك جمع كثير من محبي العريس أيمن. هالليلة أكيد شهدت حضور الكثير، من حضر الليلة وشارككم الفرحة إيش حابة تقول لهم؟ أبدا الله يحييهم، ترحيب المطر إخوان وأصحاب، وما يجون إلا وفاء ولا يجون عند صديق، والله يحييهم ترحيب المطر. العريس أيمن أخيرا باش تنصحوا، لأن الحياة الزوجية راح تختلف عن الحياة العزوبية. انتقال الحياة العزوبية عن الحياة الزوجية أكثر فيه اختلاف كثير. اختلاف العزوبية فيها حرية شخصية، والعلاقة الزوجية فيها قفص. فالله يوفق في حياته الشخصية، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ييسر أمره وأن يشرح صدره. ونصيحة له سجن. والصلاة والسلام على رسول الله. أبارك لصاحبي أيمن الزهراني زميله ورفيقه محمد سعد الزهراني، أتمنى له التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أنا أحمد سيد الزهران أخو العريس، حبيت أبارك له في حياته الزوجية وأقول له من كل مال ومنها العيال إن شاء الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء أنا عبد المجيد الزهراني ولد عم العريس، ألف ألف مبروك يا شيخ أيمن، من كل مال ومنها العيال، معايا ولد عمي عبد العزيز. ألف مبروك أيمن. نهني الأخ أيمن بيرسل يوم، والله يتمم له على خير وإن شاء الله عقبال عقبال العيال إن شاء الله، وإن شاء الله نشوف عياله في عرس وعرس إن شاء الله. يبارك له إن شاء الله ويصل له أمره، ويتمنى له رضا الحياة سعيدة وغير كذا. يعني إيش أقول له، حبيبنا أيمن حبيب الشعب. أكيد اليوم أيمن عريس راح يدخل القفص الزوجي ويكمل نص دينه، لكن الحياة الزوجية راح تختلف عن الحياة العزوبية، أكيد يحتاج فيها نصيحة اليوم. والله أتمنى له إنه يكون يعني يبطل شوية العصبية اللي عنده، أطلع الفضائح كلها، يبطل شوية العصبية ويكون حواري شوية، يعني أحبك كمان حبيبي. كلمة أخيرة حابة تقول له هي قبل ما ننهي اللقاء. الله يوفقه ويصل عمره ويرزق الزوجة الصالحة إن شاء الله علوم كلها، ويجيب ولد يسميه عدنان، وما سماه عدنان رزق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهني العريس أيمن الزهراني وأقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. الحقيقة الأخ أيمن زميل وأخو، وحضرنا مشاركين ومباركين في هذه الليلة، ونتمنى له حياة سعيدة مليئة بالأفراح والسرور. وأما بالنسبة للأبيات اعذروني لأني لم أحضر شيء لهذه الليلة، والأرشيف مقفل بقفل ما يفتح إلا في الديرة هناك. طيب الله، أخيرا نصيحتك اللي حابب تنصح بها أيمن، لأن الحياة الزوجية أكيد تختلف في سياستها عن الحياة العزوبية بكل تأكيد. أوصي ولن بتقوى الله وبأداء الحقوق الجوزية على أكمل وجه، وهو خير لذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. والأستاذ أيمن ما يحتاج توصية، هو متعلم وراعي علوم طيبة، إن شاء الله أنه يكمل ويوفي كل ما عليه من حقوقه.